واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا ثمنية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 172 طن، وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طنًا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلعة تم ضبط خمسة طنا وفي مجال البيع بأزيادات لزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 113 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت 313 ん